تعمل حضرتك هنا ليه النهارده؟ جايين نقابل رئيس مجلس القاده الاعلى، جايين نقابل رئيس محكمه السنه في القاهره، علشان دول كده دلوقتي احنا دول اكبر جهتين قضائيتين المفروض ليهم كلمه على الساده القضاء، لان اللي حصل معانا لحد دلوقتي ملوش اي علاقه بالقضاء وملوش اي علاقه بالقانون، واللي في ايده ان هو يسحب احنا لينا طلبات، ثلاث طلبات محددين، رئيس الدايره السيد المستشار المحترم يتنحى زي ما عضو يمين يتنحى وابدا في اسباب تنحيه، ان السيد رئيس الدايره بيمارس ضغوط على عضو يمين وعلى عضو شمال لجرجرتهم لخصومه مع مختار منصور، وقال الكلام ده في اسباب التنحي بتاعته، وقال ان رئيس الدايره ما بيساويش بين الخصومه وما بيساويش بين المتهمين. هل لو مرتضى منصور كان راح الجلسه كان تجنب كل ده؟ فاجئنا كل ده ازاي؟ يعني تجنب امر الضبط والاحضار ومحاصره البيت؟ احنا عاملين محضر، بص احنا عاملين محضر اثبات حاله قبل ضبط واحضار باربع ايام في اسم الدقي، خلاص انا بجيب لحضرتك رقم ان المحامي جميل سعيد اتصل بالاستاذ مرتضى قبل ضبط واحضار باربع ايام، قال له خلي بالك انا كنت قاعد مع القاضي النهارده، القاضي هيجيب لك امر ضبط واحضار يوم السبت الجاي. عملنا محضر اثبات حاله بالمكالمه بنمره التليفون، تمام؟ بمضمون المكالمه. فهل ده قضى ان قاضي بيقعد مع محامي متهم عنده في القضيه، يعني استاذ جميل سعيد مع احترامي ليه هو محامي احد المتهمين في موقعه الجبل. هل القرارات دلوقتي بقينا بنجيبها من كنترول؟ قاضي يقعد مع محامي قبل الجلسه باربع ايام يقول له انا هجيب مرتضى وابنه وابن اخته، وفعلا بعد اربع ايام يطلع ضبط واحضار للثلاث دول بس. طيب مرتضى منصور فين بقى؟ مرتضى منصور احنا قلنا اكتر من مره، مرتضى منصور الاحداث اللي حصلت يوم السبت دي هو ما حضرهاش اصلا، لان هو اتقال كلام قال لك ان هو اصل في بيته، اصل هو في بيت جوز بنته، ما اعتقدش التلفزيونات والكاميرات والجرايد كلها صورت، ما اعتقدش ان الشرطه الداخليه دي كلها اللي جت خلاص ما كانتش عارفه لو مرتضى منصور فعلا في بيته او في بيت جوز بنته، ما كانتش عارفه تنزله. مرتضى منصور قبل ما قوات الامن تتحرك جه هنا على دار القضاء، كان عامل مؤتمر صحفي، والمؤتمر الصحفي اتلغى وطلع على منصور. طيب في حاله عدم الاستجابه من المجلس القضائي الاعلى او من النائب العام لمطلبكم، تمام، يعني ايه الاجراء اللي هيعمله؟ والله حضرتك بص احنا ما لناش ان احنا نقول للقاضي تحكم بكذا ما تحكمش بكذا، بس لينا ان احنا نقول له حاجه واحده بس، ان انت تطبق القانون. اللي هو بيعمله ده مش قانون، لان القانون بيديله حق ان هو يحكم غيابي. انا بقول لك اديله اي حكم غيابي لان هو مخلي سبيله، مش عشان هو فوق القانون، اديله اي حكم غيابي انت تشوفه خلاص. لكن اللي بيحصل ان انت تتخانق مع متهم من المتهمين في 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 جلسات وغير الجلسات، اتخانق معاه هنا في دار القضاء العادي في اوضه مستشار من المستشارين وقال له انت ايه اللي جايبك هنا؟ انت واحد بلطجي وواحد قاتل، ده افصح عن نيته في القضيه. لو ايه سر الخصومه بين المستشار مصطفى عبد الله والمستشار مرتضى منصور؟ لا والله المستشار مصطفى عبد الله هو المفروض يرد على السؤال ده، لان هو اكبر المفروض ان يعني المفروض ان احنا اتعلمناه في المحاماه وفي القانون وفي القضاء ان هو اكبر من هو يخش في خصومه مع حد، بس هو صرح خلاص باللي جواه في المذكره الرسميه اللي قدمها اللي بيرد بيها على المذكره اللي احنا مقدمينها في رد المحكمه، قال ان مرتضى منصور قاتل وفوضوي واعتاد الشغب والبلطجه على مدار 25 عام. فانا بسال سؤال، حتى لو مرتضى منصور قاتل وفوضوي هو الكلام اللي هو بيقوله ده، هل هو يصلح ان هو ينظر الدعوه بعد ما قال الكلام ده؟ انا اسال سؤال واحد بس لاهالي الشهداء، لو في اي قضيه من قضايا قتل المتظاهرين خلاص بيبقى فيها متهمين ويبقى فيها اهالي الشهداء، لو جينا في اول جلسه من الجلسات او ثاني جلسه من الجلسات القاضي قال لاهالي الشهداء، قال لهم لا ولادكم دول مش شهداء، ولادكم دول قتلى مثلا، او ولادكم دول كانوا بلطجيه عند السجون، هل اهالي الشهداء هيسيبوا القاضي يكمل في القضيه؟ لان هو خلاص افصح عن نيته ان دول مش شهداء. فاحنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ هي نفس الفكره. طيب طلب الرد الاخير اللي هينظر النهارده متوقع حضرتك ايه فيه؟ احنا طلبنا ضمه لجلسه 5/5 لان في طلب رد تاني متقدم على في نفس القضيه، فاحنا طلبنا ضم كل طلبات الرد والمخاصمه قدام دايره واحده. تمام. حابب تضيف حاجه يا استاذ نامي؟ لا حابب اضيف حاجه اخيره للراي العام،
انا ما اعرفش حضرتك تبع ايه بس اللي هيشوفني يعني ان بغض النظر انا بتفق فكريا مع مرتضى منصور او بختلف معاه بحبه او ما بحبوش دي حاجه خلاص. وقصه ان انا احط مرتضى منصور مع صفوت شريف وفتحي سرور وعيش عبد الهادي وقيادات الحزب الوطني اللي قعدت 30 سنه تتمرمر في الحزب الوطني دي قصه ثانيه خالص. حكموا ضميركم خلاص ونحو رايك الشخصي ده في الجنب وشوف مش بقول لك شوف بقى انت بتحبه ولا ما بتحبوش. شوف ورق القضيه, شوف الخمسه شهود اللي ودوا مرتضى منصور محكمه الجنايات, شوف الخمسه شهود دول مين والنيابه وجهت لهم تهمه شهاده الزور ولا لا وتهمه البلاغ الكاذب ولا لا. بس